يعني ايه الكلام ده يا كبير؟ زي ما بقول لك كده، فتشوا اوضته وما لقيوش فيها اي حاجه. يعني توماس ما طلعش جاسوس؟ هو محسن بيه سابها لي عاقله، يعني قال لي احتمال يكون جاسوس بس واخذ احتياطاته، هم يكملوا تحرياتهم. وقال لي كبير خلي عينك عليه، ولو شفت اي حركه كده ولا كده كلمني طوالي. اوه شفت طلع جاسوس. مالك يا ولي عم تحرك وتفرك عشان تطلع اي جاسوس وخلاص؟ شندلتي بالي الله يشندلك. محمل عليك مخدره. اقطع ذراعي ان الموضوع ده فيه اني سي توماس. يا سي توماس لا 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 يا سي توماس. ايه يا انت والفوازير الرخيصه اللي عم تعملها دي؟ صباح الخير يا كبير. صباح الزف. اللي هو فين سي توماس؟ عاوز ليه؟ اصل داله دواء مهم ضدي وانا جاي اجيبه له. فيه الدواب ده؟ ما خبرش والله يا كبير، اصل هو يوماتي موصيني اعدي على مكتب البوسطه واول ما ادي الدواب ده اجيبه له. دل هات الدواب ده. ايوه بس سي توماس موصيني ادي له الدواب ده بنفسي. اكيد ما سمعتش صح. اكيد. ثانيه واحده. قولك ده تاني. اقول ايه؟ انا ما قلتش حاجه. قلت ايه يا؟ والله ما قلت حاجه. لا قلت. والخاتمه الشريفه ما قلت حاجه. قلت يا؟ والله ما قلت حاجه. قلت والله يا. ما قلت حاجه. يدوم عزك يا ابني وتعيش وتجيب. انا شو قلت لي خليك واقف ومطرحك؟ جمعه كنت فين؟ شغلتني عليك. انت يا دي؟ ايه قفشت الواد هدرت جايب الجواب ده لتوماس وقال لي انه كان موصيه انه اول ما يجي الجواب ده يجي له طوالي. شفت يا كبير مش قلت لك؟ قلت لي ايه؟ واحنا اثنين فتحناه ولا شفنا فيه ايه؟ بدام مسروع عليه كده يبقى الجواب ده مهم قوي. اكيد جايله من البيت الكبير. البيت الكبير؟ ايوه القياده العليا. تقول لي عليا وسفلى وتعمل لي فيها تيسير فهمي. طب هات الجواب بس الاول نفتحه من غير ما يعرف ونشوف فيه ايه. وحتفتحيه كيف من غير ما يعرف؟ عيب عليك يا كبير. يا بنت اللعيبة. يا دي الخيبة، الجواب كلها مكتوب بالإنجليزي مش حنفهمه منه ولا كلمة. وانت فكرك يعني ان اللي مكتوب ده هو الجواب الحقيقي؟ ده يبقى شغلة لمزة. اكيد الكلام اللي جايله مش حنشوفه عادي كده. امال هنشوفه كيف يا كرومبو؟ عن طريق نظارات السري دي؟ ده اكيد مكتوب بالحبر السري. بوه ودي هنقروه كيف؟ بسيطة. ها شيل البراد. شيل البراد. ايه ايه تير هتعمل ايه؟ انا بس حشمم الجواب النار قوم الحبر السري يظهر على طول. يا كبير ما حد عرف. لا انت فتحت الجواب انا اللي حشممه النار. اوه ها صح. فكرك لو شممت النار الكلام اللي هيظهر هيظهر بالعربي ولا بالانجليزي برضك؟ ما هتفرقش يا كبير، ما هو لو فيه كلام بان يبقى اكيد جاسوس. بقرة بقرة. بسم الله. خلي بالك ما فيش حاجة بتظهر. قرب شوي. خلي بالك يا كبير. ما تخافيش ما تخافيش، شميم النار دي حرفة، ده غير انه يتطلب سنس. يا كبير غصب عني انسان يعني. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ اسمع يا وليه، كيف ما حركت الجواب تصلحي غلطتك. فاضي انه شغل النسوان دي. ميكي بالعربي يا معلم مريب اموت. تصدق دونالد داك مسمينه بطوط؟ ايه ده؟ وضرب بوم وتراخ وطاخ. خلاص يا جوني لو مش عاجبك ما تقراهاش. لا لا انا يعني هبطل اقرا الكلام، اتفرج على الصور هفهم الستوري. ايه الفرق ده كله؟ ما تطلع تشتغل فوق في الاوضه. لا مش هينفع، السيجنال فوق وحشه جدا، هنا احسن بكتير. يا توماس. ايوه دي فيه جواب جالك كده وانا حطيته لك في الترابيزه اللي وراك دي. ايه ده بجد؟ ده من السي اف اي يا معلم. بجد؟ السي اي اي ايه ده؟
هو الجواب محروق كده ليه؟ أكيد من الحر يا معلم. إيه ده يعني يتحرق الجواب من النص ومحطوط في ظرف، الظرف ما يتحرقش. سو وات؟ فين المعجزة في الموضوع؟ جواب اتحرق كله جوه ظرف ما حصلوش حاجة، فين المعجزة؟ فين الغريب في الموضوع؟ مش فاهمك. طب خلاص أوكي، أنا أعمل إيه بقى دلوقتي؟ اقرأ الظروف يا معلم وأكيد هتفهم حاجة يعني، ما تأفورش. أوه، ده الدكتور بتاعي عايزنا أبعت له المعلومات والصور اللي أنا جمعتها عشان أحطها في الفايل بتاعي وبسرعة جدا. وبسرعة ليه؟ ده أنت استحالة تقدر تجمع المطلوب منك. أنا هضغط على نفسي اليومين دول. واضح إن إحنا دخلنا في مرحلة الجد. يا كبير، يا كبير. إيه؟ شكي طلع في محله. توماس بيشتغل مع المخابرات الأمريكاني. مخابرات الأمريكاني؟ عرفت منين؟ سمعت بوداني وهو بيقول إن الجواب ده جاله من السي آي إي، والسي آي إي هذه ترجمتها المخابرات الأمريكاني. أنت متأكدة يا بنت إن هي دي الترجمة الحرفية؟ إلا متأكدة يا كبير، ده كل الممثلين الأمريكان بتوع الأكشن شغالين فيه. يا وقع عم ربربة. وفي حاجة كمان يا كبير. إيه؟ أخوك جوني بيشتغل مع توماس. كيف يعني؟ توماس كان بيقول له لازم نبعت الصور والمعلومات، فجوني قال له مش هنلحق وان الموضوع دخل في الجد. لا 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 يا هدية، لا يمكن جوني ولد امي وابوي يخون بلدي واصل، اكيد في نوع من انواع المسكومينيكيشن. اهدى يا كبير، اكيد المغريات كانت اقوى منه. مغريات ايه؟ وايه اللي كان ناقصه؟ فلوسه معاه، صحه وعنده. بالاكبر ولسه جايب الليتست، اخر برد لسه جايبه. ناقصك ايه تاني يا جوني عشان تخون بلدك؟ مش وقت الكلام ده دلوقتي يا كبير، احنا لازم نبلغه محسن بيه. هتعمل ايه يا كبير؟ اكلم محسن بيه. لا ما تكلمهوش من هنا، لا يكونوا زرعين ميكروفونات ولا حاجه. كلمه من تحت يا كبير. بقول لك ايه يا كبير، وانت نازل تكلم الدليفري بقول له يجيب لنا ملك تشيك. ايوه يا كبير. ايوه يا محسن بيه، الواد طلع بيكلم السي اي اي. السي اي اي دول عاوزين يجيب لهم كل التصاوير والمعلومات في اسرع وقت. انت متاكد يا كبير من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الا متاكد. بقول ايه، انا بقول ادخل عليه انا وثلاث اربع رجاله صحتهم مليحه، ننتعوه الالقى تمام وانفخولك وعلقهولك، وانت تاجي تاخد على الجاهز يخرر لك بكل حاجه. تنفخ مين وتعلق مين يا مجنون انت؟ انا قلت يعني ارد جزء من جميل مصر عليه واحط البصمه بتاعتي. لا ما تتصرفش من دماغك، احنا لسه بنعمل تحرياتنا وبعدين رجالتنا كلها حواليك. ما تقلقش يا كبير، احنا في ظهرك. طيب سؤال، يعني هي كلمه السر لساتها زي ما هي ولا تغيرت؟ ايوه لسه زي ما هي. اروح ادور، اروح ادور، اروح ادور على نفسي. سلام عليكم. سلام عليكم يا غالي يا ابن الغالي. سلام. اروح ادور، اروح ادور، اروح ادور على نفسي. اروح ادور، اروح ادور، اروح ادور على نفسي. فزاح. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. ايه النور ده؟ يسعد مساك يا كبير. يسعد مساك يا دي فزاح. يقطعني. يسعد مساك يا فزاح باشا. مشتي ما عاوزت جنابك مني يا حاجه. امرني يا كبير. الامر لله وحده. انت ما عرفتش قد ايه كبرت في نظري. ربنا يخليك. ابقى سلم لي على محسن بيه. محسن بيه ميه فزاع. اللعبه كلها معموله على يدي انا كبير. سركم كبير ما تخافش. شغليه ولا يلا 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 عشان ما نسروش الشكوك. روح كمل دور الغفير اللي عم تلعبه معايا بقالك سنين. والله اقنعتني. يلا يلا. طيب فزاع. ايه امر جنابك. نفسي اصل ايه حسب. اه
قص الأمانة في رقبتك يا فزاع. عمار يا مصر. طيب روح أدور، روح أدور، روح أدور على نفسي. طمني، إيه الأخبار؟ مالك يا كبير؟ أنت بتبكي؟ دموع الفرحة. طب فرحني معاك. فزاع ماله؟ طلع ضابط في المخابرات المصرية. فزاع؟ زي ما بقول لك كده. وأنا في الزنينة بكلم محسن بيه في التلفون، قال لي ما تخافش يا كبير، رجالتنا حواليك في كل حتة. وأول ما قفلت معاه المكالمة لقيت فزاع بيقول لي كلمة السر. بتتكلم جد يا كبير؟ وأنا اللي كنت بهزك فيه وأطخ كل كف والتاني بإيدي اللي عايز أقطع هدي. قلت لك ايه؟ نقيب ولا رائد؟ ممكن ما يطلعش اسمه فزاع من اساسه، ممكن يبقى مدحت ولا رؤوف. ما انا قلت لك يا كبير الموضوع مش سهل، وراه انه وها الحكومه عارفه كل حاجه ومرشقه رجالتها في كل حته في البلد. اسمع يا هدي، ما عاوزكيش تلتي وتعجني في الموضوع ده مع اي احد. تعاملي مع فزاع كانه غفير عادي عندنا. الموضوع المره دي كبير، مالها اعصابي. طب ريح يا كبير ريح. أنا أروح أغير خلقاتي وأخذ شاور وأكوى على أيوة كنبة. بنجسس شوية. مهملين المذاكرة وقاعدين عم تتجسسوا؟ قوم يا انت هو بدل ما بلغ عنيكم. يا هو الواحد ما بيقدرش يجسس شوية في البيت ده ولا ايه؟ يا بجاحتك. طب انا هدلالك يا ري يا ابن الجاسوسة.
جمعة يا جمعة، انت فين يا جمعة؟ فاطمة انا هنا. تعال يا بنت، حتلخبطي لي خلقك يا بنت. انا عميت يا جمعة، انا من يوم عرفتك وانت عمي. بس خلاص حامل لك العملية وحتفتح يا بنت، ومصر هي اللي حتتكفل بكل التكاليف. لا انت بتضحك علي كمني عمي. ايه جو الشحات الرخيص ده؟ ايه كمان يا عمي، عامل لك العملية بحسب ده، هو اللي قال لك ده. حتى بالأمارة كان معدك ديها على بتنادي وراجعك ديها على سكت بورده. يعني صح الصح هعمل العملية واشوفك. هتتنيلي تشوفيني، هتتنيلي تشوفيني. بس لا قدر الله لو نظرك يعني رجع ضعيف شوي، هعمل لك الليزك. ربنا يخليك لي يا جمعة. جمعة فاطمة ليزك جاسوس 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 جاسوس. يا انا ما جاسوسش، انا ما جمعاش، انا ما جمعاش. بتحب مصر قد ايه؟ قد ما انت بتحب اسرائيل. امال بتتعاون معانا ليه؟ عشان انت قلتولي ان ده فيه مصلحه لمصر. المنجايه فيها كام بذره؟ فيها بذرايه واحده وقد كده هي هتير. انت تقصد الطماطم؟ اوكي سوري. الطماطمايه فيها كام بذره؟ هات لي حبايه وانا اعدهم لك، مش هتسلك معاي. اوكي. ايه قيمه الحيره؟ ان يحطوك في اوضه مدوره ويقول لك فك زنقتك في الركنه. وايه قيمه العجب؟ انك تلقى الركنه وتلقى حد تاني بيفك زنقته فيه. نمله، خرتيت، حمار محبوسين جوه اوضه، والمفتاح من بره يطلعوا ازاي؟ الخرتيت يكسر الباب. غلط، النملة تطلع من تحت عاب الباب تفتح لهم من بره. ما هو ده كان رأي الحمار. كبير مبروك علينا انت. من المخابرات المصرية إلى أعزائنا في المخابرات الإسرائيلية، نشكركم على حسن تعاونكم معنا طوال الخمس سنوات الماضية، وما نجلكوش في حاجة وحشة. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. أخونا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا كبير يا كبير، سنينك. أنا قمت من النوم عشان أشرب، نزلت تحت لقيت الواد توماس قاعد على الكمبيوتر بيربطن مع واحد خواجة بالإنجليزي. وقعتك مربربة. We are very proud of your work. Thanks, Doc. It would be nothing without your help. Don't say that. Are you done with your assignment? Not yet, but I finished all the photography we need. Remember, Tom, you have to finish and send me all the stuff by the end of this week. Sure, Doc. I won't sleep today without finishing the grave. Great. God bless you. I am sure you're gonna get an A with your project. Whoa, 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 whoa. قفشتك قفشتك يا خاين، عم تتجسس قدح عين عينك في الفسحاية يا بجاحتك. في ايه كبير؟ بس في ايه؟ توم واتس هابنينج؟ ومين بسلامته؟ الخواجة صروف ولا سوسو ليفي؟ مين دول؟ ده الدكتور بتاعي. دكتور؟ لا مؤاخذة يا دكتور، لا مؤاخذة لو دخلت عليكم في وسط الكشف. وانت يا حبيبي بتعاني من ايه؟ الضغط علي عنديك ولا جالك حمو النيل؟ توماس are you okay؟ توم قول للراجل ده يخرس ويتسمر مكانه، ولو اتحرك حركة حفض البندق دي في صدرك. ايه يا كبير، هو الموضوع بجد ولا ايه؟ وانا من ميتة بهزر معاك، قول له. حاضر دكتور هارفرد، please don't go away. He'll kill me if you do so. Who's this man? And what is this all about? I don't know. بيقول تطر تقول انت هو. انا قلت له يعني يقعد زي ما انت قلت لي بالظبط. بس كبير، هو انا عملت حاجه غلط؟ يعني ما اعرفش عملت ايه يا خاين. خاين؟ خاين ايه؟ والله ما عملت حاجه. اخرس بنتي هديه. ايه؟ شوفي فزاع باشا فين، وهات التليفون عشان اكلم محسن بيه يمسكهم هم متلبسين.
حاضر يا كبير. مين محسن ده؟ محسن ايه؟ محسن باشا، محسن بيه، محسن ده سيدك. طب حاضر، ما تزعلش نفسك. مين سيدي محسن بيه ده؟ هتعرف، وحياتك عندي هتعرف. قوم يا فزع. كلمت الواد فزع بيت؟ فزع باشا؟ كلمت، موبايله مقفول، تلقاه في مأمورية ولا حاجة. ربنا يوفقه ويحميه. طب أنا مش عايز أعرف أنا عملت إيه، أنا عايز بق مية، هموت من العطس. حاضر يا أسير، هنكرمك ونشربك مي، وهو ده الفرق بيناتنا وبيناتكم يا ولاد العم. ها يا ولاد العم، إحنا مين وإنتوا مين يا كبير؟ توماس، it's way too much. I don't care what's happening with this crazy man. اقعد برطم يا خواتي، اقعد برطم، ما انت دقيقتين وحياتي ياخذك الانتربول. I have to go. I have a meeting now. No. Doc, please. عايز يمشي على فكرة. قول له يستنى 10 hours، خمس دقائق يعني ولا حاجة. اوكي. Doc, please. 5 more minutes. Please. باعك، ها؟ باعك السنتي. مع الخيانة في دمكم. جينات، هي بتبقى جينات. منكم لله. جبت رجل أخويا جوني لهبل معاكم، خليتوه يخون بلده. جوني؟ جوني ماله مال الموضوع ده أصلاً؟ اعملهم علي يا أخوي، اعملهم. وعيت تكون فاكر إن حركات الجواسيس دي عتخيل علي. لا، ده أنا خابرك من أول يوم شفتك فيه، وما ارتاحش غير لما لف حبل المشنقة حول رقبتك. يا كبير أنا مش فاهم منك ولا كلمة. أبوس إيدك بقى، أكلم سيدي محسن بيه ده، خلينا نخلص. ارمي السلاح اللي في إيدك ده بسرعة. الله يخرب بيتك، ايه اللي انت بتعبيبه ده؟ بس انا مش محسن بيه، وانا تخوى لايدي حركات بس. قلت لك ارمي السلاح اللي في ايدك ده بسرعه. وبعدين ايه اللي انت ماسكاه ده يا مدام؟ مقروطه؟ لا، ده مسدس حريمي عليه نكشه التنين. انا وبلا فخر قبضت لك عليه متلبس، هو وراس الافعى، هتلقاه هنا في الويب كام. فكوا يا نديم، انت متنح ليه يا نديم؟ بقول لك فكوا، مش عايزين مشاكل. ربنا ما يجيبش مشاكل يا باشا، ما خلاص الثعلب وقع. طب ما تاخدوه كده ليزوغ. متشكر جدا يا فندم، انا كنت هموت. المهم انك كويس تقريبا. انا بعتذر لك بالنيابه عن المخابرات المصريه. كيف يا محسن بيه تعتذر له؟ ده مذنب ويستحق الجزاء. ايه ده، ومحسن بيه طلع معاهم ولا ايه؟ بس يا بنت تصرفت من دماغك يا كبير، ودي غلطه. كنت ممكن تموت الراجل ده وتودينا كلنا في داهيه. انا قلت لك قبل كده الراجل ده طلع نظيف وما عليهوش اي حاجه، وجيت هنا عشان الحاج. نضيف ايه؟ ده بيعمل ابحاث على السي اي اي. سي اف اي. سي اف اي. شايف البجاحة؟ شايف؟ والله انت ليك طلة وكاريزما، هعترف. ها طلة ايه ونيلة ايه؟ بيقول لك سي ايه؟ سي اف اي. سي اف اي دي ايه دي؟ دبلومة في المحاسبة. طلعت دبلومة. طيب بما تفسر الصور اللي كنت بتصورها، بصور الناس في اوضاع مريبه ويصور اماكن غريبه. اماكن غريبه ايه ومريبه ايه؟ الحاجات دي كلها استعملتها في البحث، والبحث ده كان لازم اسلمه عشان اخد الشهاده. طيب يعني بتذاكر؟ يعني ما تقول لي، قول لي انا بذاكر. كنت اعمل لك بايديا دول سندوتشين حلاوه، ولا خلي البنت هديه تعمل لك شاي بربري. انا قلت لك يا كبير، قلت لك ان انا بعمل بحث على علاقه راس المال بين المؤسسه والفرد. خلاص يا جماعه، خلاص، انتوا اهل وعايشين في بيت واحد. يا كبير أمرني. انت لازم تعتذر للاخ توماس، ودلوقتي تعتذر لتوماس وهو يقبل اعتذارك. الراجل ده لو راح السفاره هيبقى فيه مشاكل كبيره قوي، وهيبقى موقفك كمان وحش. ولازم دلوقتي يا ليب، عشان خاطري. اذا كان ولا بد يعني ما. اسف. خلاص اعتذرت. بس انت بهدلتني قوي يا كبير. ما خلاص يا دي، انت هتسوق فيها. انت مش زعلان يا توماس؟ يا فندم مش زعلان. مش زعلان. وانت يا كبير تاني مرة ما تتصرفش من دماغك. وانا عملت كده ليه؟ ما النية ايه؟ قلبي وكلني على البلد. انا عارف يا كبير، ودلوقتي فوتوكوا بعافية. وحد يقول للراجل ده يصحى ويقوم يروح. يروح يروح. السلام عليكم محسن بيه. اموري الجماعه.
في حاجة؟ لو ما كانش فيها رزالة يعني ممكن ناخد صورة مع حضرتك؟ لا لا أنا ما بتصورش. أمانة أمانة حن عليك، ناخد صورة واحدة للفيسبوك. أنا مش ممكن أظهر على الفيسبوك. ليه ده إحنا ليميتد بروفايل، ما حد حيشوف حاجة يعني، إحنا بس والدوار. حن عليك. تمام مفيش مشكلة. امسك امسك يا امسك يا توماس امسك. خد الموبايل ده صوره، شيل الزبالة بتاعتك دي شيل. سلام. آه معلش يا أستاذ نادين، ها حنصور الصورة دي وبعدين أنتوا تصوروا معانا. إحنا هنتصور فين؟ تعالى يا أستاذ. ضموا بقى على بعض شوي. امسك يا بنت. Thank you.